يا دكتورة، أنا لاقي نفسي دلوقتي حرفيا وضع كأني بين مطرقة وسندان. كل بسبب يوم بقى أمي ظلمها بيزيد لوالدي، وأنا بسبب حالته الصحية الحرجة لم أعد أطيق رؤيته يعاني الأمرين بسبب أقوالها. انتي بنوتة قاعدة في بيت اهلك ومامتك بتضغط عليكي، بتضغط عليكي بإيه يا أمة الله؟ بكلام بقى، بأفعال، بضغط نفسي، بكل حاجة، مش بس عليا يعني، حتى الوالد بتاعي. طيب انا مش عايزاكي توصفي، قولي لي موقف مامتك ضغطت عليكي فيه وانا اقول اه فعلا انتي عندك حق في التوصيف ده. بص يا أستاذ، أنا من وقت ما كنت صغيرة جدا شلت مسؤولية، إن كانت المفروض اللي هي مسؤوليتها هي. ان ايه؟ انك مش شايله مسؤوليه؟ كانت إني شايلة مسؤولية بتاعتها هي، اه زي ايه؟ يعني مسؤولية البيت بقى، واجباتها، واجباتها كل أنواع الواجبات، كانت بتتفرج من كل نوع من واجب وبتحطه عليا. بس والله يعني ده برضو انت أنا ممكن، برضو انتوا بتوصفي لي. لا لا لا، تعالي قولي لي واجبات ايه؟ انك تساعدي في البيت مع امك يعني، وتغسلي معاها المواعين وتطبخي معاها وتساعديها، لأني أقوم بكل الواجبات دي. وهي بتعمل ايه؟ هي بتشتغل ولا امرأة عاملة ولا ست بيت؟ كانت عاملة وبعدين مسكت البيت، خرجت على التقاعد. وبعد كده قعدت في البيت، فانت في الفترة اللي انت قاعدة فيها في البيت انت بتقومي بكل مهام البيت. لا والله صدقيني، من وأنا في سني 5 سنين بتمسكني مسؤولية. اه طيب، هل ليكي اخوات تانية مثلا يا أمة الله يتقسم عليكي المسؤوليات؟ لا أنا لوحدي. انت بنوتة وحيدة وملكيش اخوات تاني. أيوه. فطيب يعني هي مثلا مش بتقوم تطبخ او تساعدك او تقولك مثلا الامر الفلاني، ولا انت شطورة وعسولة وبتعملي كل حاجة؟ لا، هي في الأول كانت بتقول لي قومي اعملي كده، بعدين لقيت نفسي هي ما بتعملش، فما فيش اللي هيعمل، رغم الضغوط بقى بتاعة الدراسة والشغل بتاعتي، فما لقيش وقت خالص. طب هي مش بتساعد ليه؟ مريضة مثلا، نفسيتها تعبانة، ساعات في درجة من درجات لا الاكتئاب كده بتلاقي اللي قدامك رافض يعمل أي حاجة في الحياة. ما انا فكرت برضو انها ممكن تبقى درجة اه اكتئاب، ونصحتها مرات كتيرة انها تروح تشوف دكتور، بس هي رافضة، رافضة نهائيا. طيب، دي أول مشكلة، إنها بتحملك حاجات البيت علاوة على شغلك ودراستك. بالظبط كده. المشكلة التانية بقى انه مش انا بس اللي بعاني من الموضوع ده، يعني الموضوع ده انا ممكن عادي امشي تحت الظرف ده، عادي ممكن اتحمل يعني، واحمد ربنا يعني. تمام. بس المشكله بقى انه ظلمها بيزيد لوالدي، وانا بسبب حالتي الصحيه الحرجه لم اعد اطيق رؤيته يعاني الامرين بسببها. يعني حالته الصحية هو ولا حالتك الصحية انتي؟ حالته هو، حالته هو. اه فأذى زي ايه مثلا؟ بتأذيه او بتضغط عليه في ايه مثلا؟ بتضغط عليه بأقوال يعني، مع إن كل الحاجات الحلوة اللي هي شافتها معاه يعني، ما بتشكرلوش خير خالص يعني، بتقول له أنت ما عملتش حاجة حلوة خالص يعني. هو ضرر صحي دلوقتي يعني، طيب حاضر فهمت. طب سؤالك ليا ايه يا أمة الله؟ بالفراش يعني. في ناس بقى انا طلبت منهم النصيحه، فقالوا لي هي اكيد بتعمل كده عشان حاسه نفسها مسيطره لانها في بيتها، ولان بابا يعني بقى مريض، فاقترحوا اني اخد ابويا لبيت تاني ونعيش لوحدنا بعيد عن المشاكل دي كلها. ده مين وطلبت منهم العظيم الشلولخ اللي قال لك كده؟ لا اسمعيني، تعالي. لا طبعا، لا تسمعيش الكلام ده، ايه اللي اخده والروح بعيد عن المشاكل؟ لا طبعا. بص يا بنت الحلال، الام ام ولها حق والاب له حق، هم بيخطئوا بيحملوكوا فوق طاقتكم. إيه الامور دي يعني؟ بصي، في امور ينفع يبقى فيها الامر اللي انت بتحكيه لي، والتكلفه الزايده في موضوع البيت وعليكي لود وعليكي ضغط وشغلك ومنتش قادره، وكمان الاذى النفسي لوالدك، بالراحه يا امي، ما فيش داعي للكلام ده يا امي، زي ما انت شفت خلاص العمر عدى، وان شاء الله ربنا يعوضك خير. قولها كلمه طيبه تصبرها، وبدل ما نقطه وكده، هي بتبقى عايشه في براثن سلبيات الماضي، ممكن تكون محقه في اللي هي تعرضت له الله اعلم، وتكون محقة، أو إن هي عمالة تجيب اللي ماضي بقى وعايشاه دلوقتي، فلما نطيب خاطرها دلوقتي تهدى.
او ان انا صبرها لله واحتسب الامر، ما يبقاش زي اللي جبتي فطيره ورميتيها بالتراب، لا يعني ارميها بالسكر كده كده الامر تم وانت صبرتي واحتسبتي، كملي نيتك في الامر. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا اسيب البيت واخد والدي ونبعد عن المشاكل غلط، وهي ونسيبها كده لوحديها في اخر العمر غلط. ممكن تكون درجه زي ما قلت لك درجه من درجات الاكتئاب، والدرجه ديت بيبقى معاها الفرد ذات نفسه مش عايز اي حاجه تدل ان انا عايش ولا انا حي، حتى الحمى ما بيرضوش يقوموا يستحموا، مش هو كده يؤذي نفسه ويؤذي مش عارف انا عايش ميت. ممكن يكون ان الامر بقى الرابع اللي انا عايزاك تخلي بالك منه عندك انت، احتسبي يا رب انت شايف كذا وشايف كذا، يا رب عني يا رب كذا، لما تاذيكي عينك على امور البيت والشغل والحاجات دي والاتنين، ويبارك لك في الوقت وشويه تنظيم وقت، هتتعبي بس هتبقي بعد كده زي الفل، هتعرفي تعملي القصص دي كلها في اقل وقت واقل انجاز. بس انا عايزاكي تنوي في الامور ده عشان ما تضيعش هباء، وتنظمي وقتك وتحتسب الامر دوت، ملهاش غيرك ادام انت بنت وحيده، ملهمش غيرك، هنرميهم ما نرمهمش، ولكن نقول يا امي الا اذا قالت بقى كلام مؤذي، يا امي الكلام ده يؤذيني، يا امي انا لما بتاذى ما بعرفش، خليني اكمل في البيت وخليني اكمل المهام. حاولي بقدر الامكان طلعيها، ده انت كنت بتعملي كيكه تحفه، انت تعملي لنا كيكه، ده انت كنت بتعملي الفراخ وهي مش عارفه عامله ازاي وحاطه الخلطه بتاعتها تحفه، ما ايه رايك خدي بس اعملي لنا الخلطه وانا هعمل كده، اشركيها ولو بالقليل حبه بحبه تعود لحياتها تاني. لكن هي يائسه واللي شايفه وسايبه الدنيا وانت اعملي وخلاص، ده شيء مش طبيعي، اكيد هي في حاجه في نفسيتها ضايقه. اخر حاجه ده يعني اوصيكي بيها، احتسبي احتسبي، وانت كده كده هتعملي احتسبي عشان ام، احتسبي عشان ارميها على اخر العمر وسنها والكلام ده، واهدي كده وهدي والدك وقولي له انت كذا وربنا ان شاء الله يعمله، وانت طيبي بخاطره وامنعي اذى الكلام، حتى مرحله مرحله خديها خطوه خطوه. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير، اللهم امين يا امه الله.